من جديد بجدد التحيه لحضرتك من امام غرف خلع ملابس فريق سيراميك كليوباترا، ومعي المدير الرياضي مستر معتز بطاوي. مستر معتز، يعني اعتقد شوط تاني مهم جدا لفريق سيراميكا قدر ان هو يعود بهدف، ولكن خروج من كاس مصر، ايه اللي بيحصل في الاوقات دي في نادي سيراميكا؟ وهل انتوا عندكم امكانيه لتجديد الفنيات لهذا الفريق بهذا الشكل؟ عندكم نجوم كتير جدا وعندكم امكانيه كبيره جدا في هذا الفريق، يعني النهارده الخروج من الكاس حضرتك شايفه ازاي؟ لا، انا شايف النهارده ان الولاد ادوا عليهم، كان ماتش قوي جدا مع فرقه محترمه طبعا. في بدلك غير طبيعي النهارده، احنا النهارده وصلنا تقريبا يعني اكتر من 10 12 فرصه النهارده، وحاجات غريبه جدا جدا ما شفناهاش، يعني في الكوره بتطلع بشكل غريب، هو نقدر نسميه هو عدم توفيق، مفيش اكتر من كده. الكورتين تقريبا اللي راحوا على عامر بجولين، الكوره يعني فيها حظ كتير كبير جدا، يعني من مسافه بعيده جدا في بدايه قبل حتى ما نبدا نلمس الكوره. جول تاني طبعا، فرقه كبيره مقاس ما نقدرش نقول لا، واللعيبه طبعا محترمه، بس انا شايف ان لعيبتنا عملوا اللي عليهم. خساره طبعا، خساره مؤلمه، خسارة دمها تقيل وخروج من كاس مصر، لكن الحقيقه انا ما اقدرش الوم على الجهاز الفني، ولا اقدر الوم على لعيبتي. اللعيبه النهارده كانوا رجاله وقدروا وحاولوا كتير جدا جدا على المرمى، حاولوا يرجعوا للمباراه من اول دقيقه، لكن الحمد لله هو النصيب كده، وما نقدرش نلوم عليهم. يعني عندنا دوري وعندنا ماتش مهم جدا في الدوري، نقدر نستعدله من النهارده ان شاء الله. من وجهه نظر حضرتك ونظر الجهاز الفني، ايه اللي اختلف ما بين الشوط الاول لفريق سيراميكا والشوط الثاني؟ شفنا فريق سيراميكا الشوط الثاني حدث ولا حرج، يعني وصول للمرمى بشكل صحيح، خطوره دائمه خلال 45 دقيقه. هو الطبيعي انت بتبقى متاخر، فانت طبيعي ان انت بتبقى بتحاول عشان ترجع للمباراه تاني، فده ده شيء طبيعي. خطفه الجون الاول في اول دقيقه تقريبا، هي دي كانت عملت هزه شويه في الفرقه ما كناش متوقعينها، لكن الحمد لله قدرنا نرجع تاني بشكل افضل في الشوط التاني. لكن هو زي ما بقول لك، هو التوفيق وعدم التوفيق. لكن انت سؤالك كان غريب جدا الحقيقه، لان انت بتتكلم على الفرقه الحمد لله مؤديه اداء كويس قوي، سواء في الدوري او في الكاس النهارده. انا مش شايف ان في تقصير من اي حد، انا شايف ان بتكلم على 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 قيمه فريق سيراميكا كليوباترا بلاعبيه محمد ابراهيم، صالح جمعه، ميدو جابر، شادي حسين، عندك امكانيه كبيره جدا وعندك لعيبه كبيره جدا، فاحنا كنا حابين ان احنا يعني النهارده ان الاداء مش كويس. هو اختلف ما بين الشوط الاول، شايف ان في مشكله في الاداء، او شايف ان النهارده في حد مقصر، او شايف ان ولا القصه كلها النهارده كانت عدم توفيق؟ اصل انت النهارده كلمتك دي بتقول ان في حد مقصر في الفرقه، في حد مش مادي اللي عليه في فنيات. انا ما اتكلمتش في كده، انا بتكلم ان في فرقه سيراميك كليوباترا فرقه كبيره، فرقه محترمه، عندها نجوم كبير جدا، فاعتقد ان هي دي شهاده احنا بنعتز بيها من اول موسم لينا، لسه متجمعين من 3 4 شهور. مش هنتكلم عن ان احنا خلاص احنا بقينا الحمد لله حطينا نفسنا في مصاف الفرق الكبيره اللي الناس بتحترمها، الناس بتعملها الف حساب من اول موسم، واعتقد ان ده الحمد لله ده نجاح، ونجاح كبير. ممكن يكون بعض النتائج مش على قد رغبتنا او على قد طموحنا، ولكن بنرجع تاني وبنشتغل وبنقول ان احنا موجودين، والحمد لله عندنا نجوم كتير، عندنا جهاز فني محترم، عندنا اداره هايله مساندانا وطول الوقت معانا وطول الوقت في ظهرنا وطول الوقت في ظهر الجهاز الفني، استقرار الحمد لله سواء مادي او اداري موجود. يبقى حضرتك كده رديت على سؤالي ان قيمه النجوم مش على قد اللي موجود فيه. لا، هو انا مستغرب من سؤالك، ان الحمد لله النهارده انت بتتكلم النهارده في ترتيبي سادس او سابع دوري بفرق 3 4 بونت عن الاول عن الثاني او الثالث، ده انا شايف ان هو لسه بدري جدا جدا ان احنا نقدر نقول ان سيراميك كليوباترا مش كويس في الدوري او محتاج اي حاجه اضافه فنيه موجوده، لكن اعتقد ان احنا الحمد لله ماشيين بخطى كويسه وماشيين بخطى ثابته، وشايفين ان احنا ان شاء الله باذن الله كل مدى كل ما يعني الاداره الفنيه بتاعتنا الحمد لله عندنا ثقه كبيره جدا فيها، هتودينا في مكان ان شاء الله باذن الله احنا نرغب فيه ونطمح، وان شاء الله ورانا اداره قويه جدا بقياده السيد نائب محمد ابو العنين والاستاذ طارق محمد ابو العنين، مش بخلانين علينا بحاجه، فعلا في ظهرنا طول الوقت. انا شايف اثرت عليك النهارده، يعني كان النهارده عندك بره ميدو جابر، عندك صالح جمعه، عندك رجب بكار، عندك نجوم كبار، عندك كويمين الكاميروني، هل الغيابات دي اثرت؟ عملت تقول حاجات وترد العكسها، عملت تقول النهارده في الملعب في صالح وفي رجب وفي ميدو، الثلاثه اللي انت قلت عليهم هم بالفعل النهارده غايبين. بتكلم يا فندم، انا بتكلم على مدار الموسم، النهارده بقول الغيابات اللي هي خارج الحمد لله احنا ادائنا كان كويس جدا، والناس كلها بتشيد بادائنا. حضرتك والله خالص انا بتكلم على فريق كبير،
انا عمري ما هاجمتك، انا النهارده بقول لك غياباتك اللي زي صالح جمعه واللي زي ميدو جابر واللي زي رجب بكار واللي زي كوميني، هل ده اثروا على النهارده على نتيجه المباراه؟ لا الحقيقه ما فيش تاثير، احنا كل الناس اللي موجودين عندنا تقريبا شبه بعض، كل الناس اللي كانوا في الملعب النهارده موجودين ادوا بالاداء اللي احنا نتمناه وكنا عاوزينه. طبعا ما كسبناش، لكن هي دي الكوره، مكسب وخساره وبتعمل عليك احيانا الكوره ما بتخدمكش، ممكن ما تعملش اللي عليك وتجي لك كوره تطلع بيها في الثلاثه بونت او تصعب بيها، لكن بنهني فريق المقص النهارده على الصعود لدور الثمانيه، بنقول لنفسنا هارد لك وخلاص مباراه ونسيناها، وبنستعد عندنا مباراه البنك الاهلي كمان 7-8 ايام ان شاء الله باذن الله نقدر نستعيد. وانا دخلت دلوقتي للولاد وقلت لهم فعلا هارد لك النهارده، كلنا عملنا اللي علينا واحنا فرقه كبيره هنقوم بسرعه وان شاء الله باذن الله ما ياثرش علينا في الدوري، هو ده اهم نقطه عندنا ان احنا نكمل مشوارنا في الدوري، وخساره النهارده ما تاثرش علينا ولا على نتائجنا ان شاء الله باذن الله في الدوري.